تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة. وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب.